الببة محمد وجدي مقبل على شهادة البكالوريا شعب علوم تجريبيا إن شاء الله ندو الباك بركة، مش لازم صار المعدل العام هذا ما نشرطي المعدل، المهم نجيبوا الباك وإن شاء الله يجيبها في الصواب وربي ما يضيعش حتى تعب وربي يقدر الخير وخلاص. غرغوت رحمة مقبل على شهادة البكالوريا شعب علوم تجريبيا، نطلب من ربي التوفيق إن شاء الله والنجاح. سوف تنطلق شهادة البكالوريا في ولاية الواد كباقي أرجاء الوطن، يبلغ عدد المترشحين 13,997 من بينهم 4,859 مترشح حر يشكلون نسبة 34.71% موزعون عبر 64 مركز، حظيت نسبة الأحرار ب 18 مركز عبر الولاية. بالنسبة للتأطير بلغ عدد المؤطرين 5,158 مؤطرا، إضافة إلى الهيئات الأمنية التي تؤمن المراكز عبر كامل الولاية. كما سخرت الولاية تحت إشراف السيد الوالي ولي ولاية الواد 34 خط للنقل بما فيها النقل الجامعي المسخر أيضا، وهذا ضمان لوصول المؤطرين أساتذة الحراس حتى المترشحين لكل أرجاء الولاية عبر 64 مركز كما أسلفنا الذكر. بالنسبة للتكييف كل المراكز والذي بلغ عدد الحجرات يفوق 900 حجرة كلها مكيفة ومجهزة بالمكيفات بطبيعة الحال وراه شغالة 100% عبر 64 مركز. بالنسبة للوجبات أيضا هناك 40 مركز إطعام عبر الولاية مسخرة للوجبات الساخنة لكل المؤطرين بما فيهم المترشحين الذين يقطنون عن بعيدين عن مقر سكنهم. وخصصنا في هذا اليوم أيضا زيادة على المترشحين العاديين شعبة التسيير الاقتصاد الذين لديهم ثلاث امتحانات مما يصعب عليهم وجود وقت لأخذ اللمجة أو الفطور، فخصصنا أيضا ما يفوق 1300 وجبة لهذا التلاميذ ضمانا لتمدرسهم أو امتحانهم في اليوم الأول. فيما يخص الغش هناك متابعات جزائية وكاين عقوبات إدارية. العقوبات الإدارية إن صح التعبير الغش التقليدي، فهناك عقوبات إدارية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين يصل إلى من 3 إلى 5 سنوات، وهذا حسب المنشور الصادر عن الديوان 2007. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تصل العقوبة إلى 10 سنوات إقصاء. أما فيما يخص التسريب أو النشر عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الخارجي فهذه تعتبر مخالفات جزائية ويعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن نافذة.